صابت في حرب 2014 على قطاع غزة، يعني صار لي 6 سنين على إصابتي. رجعت ألعب رياضة بعد 6 سنين من إصابتي. مبسوطين كتير إنه منجدد نشاطنا. اتصابت بحرب 2014 واستشهدوا من أهلي 5، وأنا يعني بعد الإصابة سابني يعني زي اكتئبت وحسيت يعني زي بوحدة، بس لكن مع ممارسة كرة القدم أو الرياضة بشكل عام بحس إني بفرغ أشياء كتير من جواتي وبكسب طاقة إيجابية. مع تسهيل الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا عاد هؤلاء الأطفال إلى التدريب. نأمل مع نهاية هذا الشهر أن يستطيعوا إكمال الدوري الثاني لكرة القدم لذوي البتر، وكمان من المخططات للجنة الدولية أن يكون هناك فريق لفلسطين لكرة القدم لذوي البتر ليمثل بلادهم في المباريات الدولية.